قدم اللاعب الواعد ياسر الشيخي متوسط ميدان نادي ويسترن البلجيكي لأقل من 21 سنة وراق اعتماده بقوة مع بداية الموسم الكروي الحالي، مؤكدا علو كعبه كواحد من أبرز اللاعبين الصاعدين في الفريق ليحظى بمتابعة الاتحاد البلجيكي لكرة قدم بحكم توفره على الجنسية البلجيكية. وراء الشيخ النور بمدينة لوفين البلجيكية سنة 2005 حيث بدأ المشوار الكروي في براعم النادي قبل أن ينتقل إلى نادي مشلان ومنها إلى ويسترو الذي ينتهي عقده معه في يونيو المقبل. وأكدت والدة اللاعب ياسر الشيخي في تصريحها أن ابنها يحظى بمتابعة الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ويتواجد ضمن الأسماء بالقائمة الأولية المرشحة للانضمام إلى معسكر منتخب بلجيكي للشباب في معسكر القدم. وأضافت والدة الشيخي: نحن مغاربة قلبا وقلبا، رغم أننا نعيش في بلجيكا منذ سنوات، لهذا فإن ياسر سينضم إلى المنتخب المغربي للشباب مستقبلا، وهو بنفسه لا يفكر في تمثيل منتخب بلجيكا لحبه الكبير لأسود الأطلس. واختتمت الجامعة المغربية كرة القدم بدورها تتابع ياسر وجميع المواهب الصاعدة في أوروبا، لهذا أملنا في أن يكون مع المنتخب المغربي ولن يلعب لمنتخب بلجيكا مستقبلا حتى وإن تواجد في معسكر القدم.